عمار النحاس، فنان تشكيلي سوري، خريج قسم النحت جامعة دمشق. بدايتي كأي فنان سوري كنت عم أبحث أطلع لأوروبا، لأن أوروبا شوي مجال الفن وأطروحات الفن بالنسبة لنا كفنانين في مجال أوسع، وفي تغذية بصرية وتغذية روحية. جيتي على رومانيا ما كانت سهلة، واضطريت أنه أشتغل بمطعم 5 سنين. بس بالبداية شغلي بالمطعم كان الشغل من الصبح للمساء، بس حاولت يعني قدر الإمكان فرغ حالي ولو ساعة ساعة ونص لا أشتغل بمجالي، مجال الفن. بعد 4 أو 5 سنين عملي بالمطعم قدرت أعمل أول معرض إلي برومانيا عام 2010. طبعاً المعرض كان عن تاريخ الشرق ولاقى نجاح برومانيا، وكان له صدى برومانيا، وهذا الشيء اللي حفزني أنه أترك المطعم وأبدأ حياتي الفنية اللي أنا كنت أحلم فيها. تقريباً خلال كل سنة عملت معرض أو معرضين فردي بالإضافة للمعارض الجماعية، وكان في لي معارض خارج رومانيا، معرضي 2013 بالكويت، معرضي بإيطاليا، معرض بإسبانيا، كان معرض عن طريق المركز الثقافي الإسباني ثيربانتس بمدريد، لقاءاتي بتونس ومعارضي بتونس 2018 و2016 و2018. معرض دراويش لاقى نجاح، يعني ما بدي أحكي عن حالي، بس لاقى نجاح باهر برومانيا. صرت أشرح على الرومان يعني أنه موضوع الدراويش هو مو موضوع تركي، لأن إذا نرجع للدراويش نرجع على جلال الدين الرومي اللي كان رحلته من أفغانستان لمر لسوريا، بقى الدراويش هي عبارة عن رحلة لجلال الدين الرومي. عندي لوحة كثير غالية غالية على قلبي، هي لوحة تمثل المأساة السورية، كنت أحرص أنه تكون موجودة بأغلب المعارض. شدت انتباهها كثير من الرومان، كثير متاحف حاولوا يقتنوها، حاولوا شراء للوحة هي، بس ما حاولت أفرط فيها. ممكن الأيام الجاية يكون في معرض شامل، وممكن تصل لغير مكان بغير أوقات.